لا أعلم من يحمي من، لأنه أيضا الحقوقيين والقانونيين والصحفيين في لبنان الذين يتحدثون بهذا الخصوص يحتاجون من إلى من يحميهم. يعني هذه حقيقة أن هناك إجراءات تقوم بها الحكومة اللبنانية أو من يسيطر على القرار في لبنان، يعني لا ليست فقط ضد السوريين، ضد من يتحدث في حماية السوريين. وهذا أحد المطالب، بأنه إحنا يكون فعلا في حماية للحقوقيين المدافعين عن حقوق الإنسان في لبنان، ويكون في أيضا يعني تحذير للسلطات اللبنانية من أي اعتداء عليهم، ويكون في أيضا دعم لهذا الجهود. هم يشتغلون بجهود فردية، بحاجة هم لفرق عمل أوسع. وهذا أيضا هناك لدينا في لبنان مفوضية حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإحنا على تواصل معها من أجل أنه تتابع كافة هذه القضايا وهذه التفاصيل. وأيضا يعني مع احترامي لكل الجهود التي تقوم بها هذه المنظمات الدولية، لكنها تكتفي بالبيانات، ونحن نعلم أن هناك لاجئين سوريين مسجلين على قوائم الأمم المتحدة تم ترحيلهم تعسفيا إلى مناطق النظام، يعني ولم تستطع الأمم المتحدة. وأيضا بالمقابل حينما كان في جهد استطعنا أن نوقف ترحيل 6 شبان سوريين يعني كانوا في الأمن اللبناني بعد ما أخذهم حزب الله، وكان ياسر يعني يسوقهم إلى الترحيل. طيب كان يعني بجهود ياسر. يعني اللي أقصده أستاذ ربا أنه أنا إحنا بالنسبة إلينا أنا لا أقلل من الجهود، بالعكس أنا يعني هذه الجهود هي مقدرة جدا، ونحن نعلم أن ما يتعرض له القانونيين في لبنان سواء سوريين أو لبنانيين هو يعني انتهاكات بحقهم أيضا. فقط كلمة واحدة، طالما الجلادين طوروا أدواتهم، وطالما هؤلاء المستبدين طوروا أدواتهم ويتعسفوا باستخدام السلطات اللي بين إيديهم، يجب أن يكون هناك طرف آخر. صحيح. وهذا قدرنا الحقوقيين والشعوب والمدافعين أيضا عن يعني حريات الناس والمناهضين لكل هذا العنف، عليهم أنه يستمروا. هذا الطريق مكتوب علينا بدنا نستمر فيه. أما بالنتيجة يعني إذا حققنا شيء الآن ونحقق شيء في الغد وربما لا نحقق. تفضلي.